من جانب آخر، أعلنت وزارة الحرس الوطني عن وقوع حادث لطائرة عمودية نتج عن وفاة المدرب بور ريدي أمريكي الجنسية وإصابة المتدرب الملازم أول طيار هشام بن عبد العزيز آل الشيخ، والذي تم نقله لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لتلقي العلاج. أوضحت الوزارة أن ذلك كان أثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العام بالرياض هذا، ولا تزال لجان التحقيق تستكمل إجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث. ينضم معي للحديث حول هذا الموضوع المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري. مساء الخير رائد محمد. على أخوي جمال، ومساء الخير لك ولمشاهدي برنامج الحرس. أهلا بك رائد محمد، بس ودي تعطيني حيثيات الموضوع، كيف تم، وش الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبلكم؟ والله زي ما ذكر في البيان، يعني اليوم الصباح الساعة 6:40 حد يعني الحادث حصل بسقوط الطائرة العمودية المخصصة للتدريب. نعم. يعني أنا أستغل يعني المداخلة لنقل تعازي جميع منسوبي الحرس الوطني للمدرب الأمريكي بور ريدي لأسرته ولذويه، وأيضا أطمئن الجميع من يعني المسلمين ومحبي وزملاء زميلنا الملازم أول طيار هشام بأنه الحمد لله حالته مستقرة وموجود في المستشفى، وإن شاء الله يعني يجري بعض الفحوصات والرعاية الطبية، وإن شاء الله نشوفه إن شاء الله ملتحق مع زملاء وللدفاع عن هذا الدين وهذا الوطن. اللجان ما زالت تعمل، أنت عارف مثل هالحوادث لابد يكون التحقيق والبحث عن ملابسات الحادث تكون بطريقة دقيقة والتحقيق مستفيض. عندي إن شاء الله انتهاء إجراءات تحقيق ووصلنا إلى نتائج معينة، إن شاء الله سنعلن ذلك إن شاء الله في وقته. اللي أنا حابة أوضحه إنه في التمارين العسكرية سواء الجوية البحرية البرية، أيضا حتى في رمايات تمارين الرماية بالذخيرة الحية في الأعراف العسكرية، هناك نسبة من الحوادث والإصابات والأخطاء نسبة معقولة موجودة الحمد لله عندنا في قوات الحرس الوطني بجميع الوحدات والقطاعات، هذه النسب ضئيلة جدا. نعم الواحد يعني يتمنى أن يكون التدريب بعيد عن الأخطاء، لكن الأخطاء اللي تحصل وموجودة والحمد لله حتى في قطاعاتنا العسكرية كلها دائما في النسب الدنيا، إن شاء الله أنها تكون آخر الحوادث، ونتمنى إن شاء الله النصر والتمكين لهذا البلد العظيم ولقادته ولشعبه العظيم. آمين. رائد محمد، بس بسألك في مثل هالحالة في التدريبات العسكرية، وش الإجراءات اللي في الغالب تقومون بها يعني بعد ما يحصل الحادث؟ الإجراءات على حسب نتائج الحادث، يعني زي هالإجراءات الطائرة العمودية، إخلاء المصابين إذا كان لا سمح الله فيها نتائج سلبية من هذا الحادث كحرائق أو تسرب يعني أمور معينة يتم السيطرة عليها، يعني عمل إجراءات التحقيق من التصوير وتنظيم المكان، يعني المكان هو مطار خشم العام. نعم. ضمن حدود وميادين الحرس الوطني. الجهات المعنية في الحرس الوطني كلهم قام بواجبه، يعني بعد المتابعة والمشاهدة في الكاميرات، وإذا كان تحت يعني نظر الكاميرات واخذ الاقوال، نعرف بعدين في الاخير ان شاء الله ايش سبب الحادث. وفي العاده التدريب ممكن يكون خطا من القائد المروحيه او يكون في خلل حصل في الطائره لا سمح الله، فهذه بتبان ان شاء الله خلال الايام القادمه. نتمنى السلامة للمصابين وتعازينا أيضا كما ذكرت يعني رائد محمد، ونتمنى إن شاء الله السلامة لكافة قطاعاتنا العسكرية. الرائد محمد العمري متحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني كان معنا عبر الهاتف متحدثا عن الحادث الذي وقع اليوم. فاصل ثم نعود لفتح قضيتنا لهذه الليلة حول غياب السلامة وضعف الرقابة على المنتجعات العائلية. ابقوا معنا.